ما ربت نادي تقول الخطب كايب ردد النخوات سلطان العرادة ردد النخوات سلطان العرادة وجاوبها محمد أهل العوايد بإذن ربي فلها أمن وسعادة بإذن ربي فلها أمن وسعادة دم بن سلمان مع ابن زايد يوم والسعادة والجواب العاجل النبع عوايد يا كخيال المواقف والإرادة يا كبو خالد بجيش من الشدايد أمر أبو خالد تحرك بعتادة جيش في حرب العروبة ما يحايد تغطية جو انت زحم في هدادة في سماها وفي ذراها عيال زايد سماها وفي ذراها عيال زايد حيب أصحاب المعالي والسعادة والجواب العاجل النبع عوايد يا كخيال المواقف والإرادة يا كبو خالد بجيش من الشدايد ممربو خالد تحرك في عتادة جيش في حرب العروبة ما يحايد تغطية جو سماها وفي ثراها عيال زايد والعمالقة الرجال وذي شهادة أشهد أنهم صادقين في الوعايد لمشوا في شرق الأرض من السيادة ولعت في غربها برق ورعايد والعمالقة الرجال وذي شهادة أشهد أنهم صادقين في الوعايد لمشوا في شرق الأرض من السيادة ولعت في غربها برق ورعايد بمربو خالد تحرك في عتادة جيش في حرب العروبة ما يحايد تغطية جو انت زحم في هدادة في سماها وفي ثراها عيال زايد زاحفين ما نصر ولا شهادة تحتهم تهتز الأرض ضم الوداية صوب جيش عيال سلمان الجلادة جيش خون وراح عليهم لا تزايد زاحفين ما نصر ولا شهادة تحتهم تهتز الأرض ضم الوداية صوب جيش عيال سلمان الجلادة جيش خون وراح عليهم لا تزايد بمربو خالد تحرك في عتادة جيش في حرب العروبة ما يحايد تغطية جو انت زاحم في هدادة في سماها وفي ذراها عيال زايد حيب أصحاب المعالي والسعادة والجواب العاجل النبع عوايد جمعنا لا فرق الباري جيادة جمع
جمعنا واحد على العدوان كايد بمربو خالد تحرك في عتاده جيش في حرب العروبه ما يحايد تغطيه جو انتزاحم في هداده في سماها وفي